عبد الصمد. نعم. كبير مقارب جمهورية مصر العربية. العفو سيدي. لا شك أن القرآن وهو ربيع الحياة. نعم. بالنسبة للمسلم في كل زمان ومكان، هو أيضا حياة الحياة بالنسبة إليك. نعم. به تعيش. نعم. وبه تصدح. نعم. يمكن المشاهد المستمع الذي يستمع إليك، تختتم فقرات إرسال اليوم في التلفزيون المصري، يحب كما أحب أنا. نعم. وأنت في هذا المجلس أن تختتم هذه الجلسة الصافية. نعم. الرائعة الرائقة بمعنى جلال الله وكلمات الله جل جلاله بقرآن كريم. تختار حضرتك المقطع الذي تريده من بترتيل وتجويد. هو هيبقى طبعا تجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين. والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، أسعدني وأسعد جمهور مشاهديك ومستمعيك هذا اللقاء. وعد باللقاء دائما على نور الله وعلى نور القرآن وفي رحابي معانيه الوطيئة دائما. شكرا لك. أشكرك وأتمنى لك التوفيق والصحة والعافية إن شاء الله. شكرا عزيزي المشاهد. لعل هذه اللحظات المضيئة هي زاد الزاد في رحلة الحياة. يومكم دائما على خير، مساءكم على خير، حياتكم على خير بالقرآن وعلى هدى الله. شكرا لكم. إلى اللقاء.